بيكم في قناة اميامي. لو دي اول مرة تشوفوني فانا بعمل وصفات حلوة وحادق وكمان وصفات صحية. عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهاردة هنعمل المكرونة الفيتوتشيني بصوص الزبدة والليمون وكمان البسطرمة المقرمشة. وصفة سهلة وسريعة كده وكمان لذيذة جدا. اول حاجة هحضر البسطرمة المقرمشة. هجيب صينية وهفرد فيها شرايح البسطرمة، بس اتأكد ان ما يكونش فيه جزء من قطعة فوق التانية، يعني انا عايزة كل قطعة تكون ملامسة للصينية على طول. بعدين ادخلها فرن 180، اخلي عيني عليها. اول ما الاقي البسطرمة ابتدت تنشف كده خلاص هطلعها من الفرن. في طاسة هنا هحط زيت زيتون وزبدة، بعد ما الزيت ده تدوب هحط ثوم مفروم، يعني احط قد معلقة كبيرة كده من الثوم. مش عايزين التوم لونه يغمق، مجرد بس ان احنا نصفره كده شوية في الزبدة. وهنزل عليه بعصير ليمونة. واحط عليهم مرقة لحمة او مرقة فراخ، او ممكن كمان نستخدم مرقة خضار زي ما نحب. وكمان احط بقدونس مفروم. انا هنا استعملت حوالي كوباية كبيرة من المرقة. هضيف عليهم جبنة شيدر مبشورة، حوالي نص كوباية جبنة شيدر. اقلبها في المرقة لغاية ما تدوب. ممكن لو نوع جبنة ما دابش خالص للآخر وتبقى معانا قطع صغيرة في الصوص مفيش مشكلة، هتبقى حلوة برضو مع المكرونة، كأن احنا قاصدين ان هي يبقى فيها قطع من الجبنة. حط على الصوص المكرونة الفيتوتشيني المسلوقة. الصوص ده يكفي حوالي 400 جرام من المكرونة.
اقلب المكرونة في الصوص وهسيبها على نار هادية 5 دقايق بس لغاية ما تشرب مية الصوص، والاقي ان هو تقل قوامه شوية. هنقدم المكرونة مع البسطرمة اللي احنا حمصناها. وهزينها برشة من الجبنة الشيدر. كده يبقى خلص فيديو وصفتنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ده لايك وشير وكومنت، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.